السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى حبايبي بعد ما اتفرجنا على حلقة زمن الماضي الوسيط، واللي ما اتفرجش عليها يرجع لصندوق الوصف هيلاقي فيه ان شاء الله الحلقة بتاعت الشرح بتاع زمن الماضي البسيط. تعالوا بقى نحل التمرينات الموجودة في كتاب جيم على زمن الماضي البسيط، ودي هلاقيها في بيج 18 صفحة 18. نمبر 1 بيقول لي لم يا ايه تو سكول يسترداي. طبعا هشوف يسترداي يبقى ده كلام في الماضي، طب فين الماضي؟ هتقول وقت، يبقى مشيت للمدرسة امبارح. نمبر 2 بيقول لي اماني ستادي فور هير اكزامز لاست نايت. لاست نايت من علامات الماضي، يبقى اذا انا عايز نفي، بس قلت خلي بالي هنا في مصدر يبقى خلاص في didn't. نمبر 3 بيقول فيزيتد هيز فريندز اند اي فوتبول وذ ذم. طبعا عند حبايبي بتربط بين جملتين في نفس الزمن، طب هنا فيزيتد يبقى اكيد هنا بلايد ولاعب كوره معاهم. نمبر 4 بيقول لي ذا تشيلدرن اي وذ ذير جراند بيرنتس لاست ويكند. لاست ويكند من علامات الماضي، يبقى اكيد الاطفال كانوا مع والديهم، قلنا verb to be في الماضي يعني was where، فاذا هقول where. طب تعالوا نشوف نمبر 5 بيقول did طه ate dinner for his family yesterday. طبعا في yesterday ما تستعجلش وتاخد cooked، ليه؟ لان في did شكل ما قلنا، طالما في did لازم الفعل يرجع لاصله، يبقى اذا هقول cook. تعال نشوف نمبر 6 بيقول Celia ate at the last party she was busy، كانت مشغوله. طبعا هنا حبايبي ما تقولش ان النفي هيبقى في الماضي، هنا ما فيش فعل، اوعى تقول didn't، امال اقول wasn't at the last party، ما كانتش في الحفله الاخيره. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي I am my friends in front of the cinema yesterday. يسترداي من علامات الماضي، جميل، يبقى اذا هقول met، انا قابلتهم. نمبر 8 بيقول my sons ate the piano at the party they were fantastic. بيقول ان اولادي ايه البيانو في الحفله ده كانوا رائعين، خلي بالك الكلام ده فين؟ في الماضي، باذا played يعني لعبوا. تعال نشوف نمبر 9 بيقول where is Sarah yesterday. طبعا حبايبي ادي اداه الاستفهام، طب yesterday جه did؟ هقول لك لا، ليه يا مستر؟ هتقول لي ما فيش فعل في المصدر، فاذا هقول where was Sarah yesterday. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي هنا ايه a lot of stories using AI they were great. بيقول ان هنا بتعمل ايه في قصص كتير باستخدام الذكاء الاصطناعي، القصص دي كانت رائعه. فطبعا حبايبي كانت دي في الماضي، فاذا هقول wrote، وwrote معناها كتبت. تعالوا يلا نشوف حبايبي الاخطاء. بيقول لي our neighbors buy new furniture for the house a week ago. هتقول لي في ago، ago من علامات الماضي، فلازم حبايبي اختار كلمه bought، وبوت حبايبي بمعنى اشترى. نمبر 2 بيقول لي سلمى visited her grandmother a weekend. حبايبي visited في زمن الماضي، يبقى ما ينفعش ابدا اجيب next، امال هجيب مين؟ هتقول لي هجيب last weekend. هنشوف نمبر 3 بيقول last year I ate Alexandria I went to Gada. خلي بالك يا حبايبي ده نفي وده فعل في المصدر، هو سافر للغردقه، يبقى اذا ما سافرش الاسكندريه، فهقول didn't travel. تعال نشوف نمبر 4 بيقول where they swim in the lake last weekend. last weekend من علامات الماضي، جميل، طالما last weekend من علامات الماضي وانا عندي فعل في المصدر، يبقى السؤال على طول حبايبي بمين؟ بديد. نمبر 5 بيقول the boys not clean their room this morning it was dirty. يبقى هم ما نظفوهاش في الماضي، يبقى اذا هنفي بكلمه didn't والفعل الشكل ما هو في مصدره فيبقى clean. نمبر 6 بيقول لي كولومبوس ايه ان امريكا ان 1492. طبعا ان والسنه في الماضي يبقى ماضي بسيط. طب يا مستر فيرب تو بي في الماضي البسيط was aware، طب كولومبوس ده مفرد، اذا هياخد was. تعالى حبايبي يلا نشوف بيج 19. نمبر 1 بيقول لي we ate a lot of fun last weekend. last weekend من علامات الماضي، على طول هياخد هاد. how many goals عمر score in the last tournament. last من علامات الماضي، وعندي هنا score في المصدر، يبقى على طول did. نمبر 3 بيقول لي this summer was great، يعني الصيف ده كان عظيم. I ate at a community garden. يبقى اكيد طالما كان في الماضي يبقى هجيب فعل ماضي volunteered. تعال نشوف نمبر 4 بيقول last week، اكيد علامه من علامات الماضي. I ate something really interesting. I read 3 books. قريت 3 كتب، يبقى I did something. تعال نشوف نمبر 5 بيقول what did you eat from yesterday's lesson. خلي بالك الكلام في الماضي وفي did، يبقى لازم ارجع فعل مصدره، يبقى learn. نمبر 6 بيقول ايه your father at work last weekend. last weekend من علامات الماضي، اوعى تختار did، لا يا مستر هقول لك مفيش فعل، يبقى عندي was aware، وهنا your father مفرد، يبقى تاخد was your father. وهنشوف نمبر 7 بيقول my grandpa Amy how to play the guitar it was 3 years ago.
اه ده كان من 3 سنين، يبقى هو علمني في الماضي، يبقى taught me. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لحاتم notice the problems، يعني لاحظ مشاكل، and it changes to solve them، اكيد طبعا الفعل في الماضي فهجيب made. تعال نشوف نمبر 9، بيقول most of the stories احمد read، يعني معظم القصص اللي احمد قراها. قلت لك قراها دي ماضي ولا مضارع؟ هتقول لي لا ماضي. ليه؟ هتقول لي لو كان مضارع مع احمد يجي اس، يبقى اذا هقول most of the stories ده جمع، هقول where. fine، يعني كانت جيدة. تعالوا حبيبي يلا نشوف الأخطاء. بقول I be surprised by the story he wrote ماضي last summer. طبعا الفيرب بتقول في الماضي was where. طب I تاخد هتقول لي was. number 2 بقول why did the coach ask Omar to join the team. حبيبي طالما في did يبقى لازم أرجع الفعل المصدر ويبقى ask، يعني ليه هو طلب من عمر إن هو يلتحق بالإيه؟ بالفريق. number 3 بيقول لي no I had fun at all I was ill. طب no يا مستر يبقى لازم اجيب نفي لان هو كان عيان، يبقى ما استمتعش، يبقى I didn't، وفعلا رجعه الاصل ويبقى have. تعال نشوف number 4 بيقول لي علي and Jenna ate at school last night. طبعا حبيبي اوعى تستعجل تقول didn't عشان last night لان مفيش فعل اصلا، يبقى النفي هنا بوز وير ودول جمع فهقول weren't. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي نيهال decided to clean up her room yesterday. yesterday من علامات الماضي يبقى على طول هاخد decided. نمبر 6 بيقول لي هدير said positive things to عادل so he is trying. بتقول ان هي قالت اشياء مشجعه ايجابيه لعادل عشان كده لم يتوقف عن المحاوله. كلام في الماضي يبقى على طول هنفيد كلمه didn't، وعلى طول هجيب كلمة stop في المصدر يبقى didn't stop trying. Thank you very much for watching. But don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. تابعنا على القناة دي في منهج أولى إعدادي بالكامل من كتاب جيم إن شاء الله. تابعونا في الحلقة الجاية مع حل التدريبات العامة اللي على الدرس الأول والثاني. Goodbye. السلام عليكم.